انا حاسس زيك، بس انا جالنا دلوقتي امل بعتت لي. طبعا كلنا تعاطفنا مع الزميله الصحفيه هند موسى والحادث الاليم اللي وقع ليها. اعلام المصريين بتتكفل بمعاش شهري للصحفيه الراحله هند موسى. قررت مجموعه اعلام المصريين التكفل بمعاش شهري ثابت للزميله الراحله هند موسى رئيس قسم الفن بجريده التحرير تكريما للمجهودات التي قدمتها الراحله للصحافه الفنيه. وستتواصل اعلام المصريين مع الراحله لاتمام اجراءات صرف المعاش. وتوفيت الراحله هند موسى امس السبت اثر حادث اليم بطريقه السخنه اثناء عودتها من تغطيه مهرجان الجو السينمائي بمدينه الغردقه. وهي الحادثه التي اثارت صدمه كبيره في الوسط الفني والصحفي لما كانت تتمتع به الزميله من اخلاق ومهنيه واخلاص كبير يشهد لها به الوسط الفني. طب يعني الله يرحمها الله يرحمها. يعني رساله من حضرتك بقى توجهها للاعلام، توجهها للفنانين اللي مقطعين مهرجان اسكندريه السينمائي الدولي، للاسف مش عايز اقول سر، مش عارفين يشكلوا لجنه تحكيم او تكريم، كله مهلهل، كله مفيش تنظيم. جملة أخيرة تقولهم إيه؟ جملة أخيرة، أتمنى من الدولة أن تقدم الدعم والإمكانيات ليس فقط للمهرجان إنما للسينما. أنا فاكر أنا أيام ما كنت وكيل أول وزارة الثقافة وكنت رئيس مهرجان السينما كان الوزير كان فاروق حسني. تمام. مش عايز اقول لك كام مره كلمته عن الاهتمام بالسينما، هو ما كانش مهتم بالسينما. فاروق حسني نفسه الفنان بالسينما. بالسينما قصدك يقول لك الوزير الثقافه الفنان فاروق حسني كان مهتم بالفنون التشكيليه اساسا. وليد